مشاهدينا وعلى هامش زيارة وفد المستثمرين السعوديين إلى مصر يشرفنا الآن الأستاذ ياسر إبراهيم أسعد وهو نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرف السعودية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ ياسر، ونريد أن نعرف بداية تفاصيل أكثر عن دور اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية في دعم النشاط الاقتصادي ما بين البلدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية هي المسؤولة عن رجال الأعمال المختصين في تطوير العقاري والتشييد والبناء، وهم الواجهة ليهم في مع القطاعات الحكومية في من وزارة الإسكان، من وزارة البلديات، وهي التي توفر لهم كل الراحة والسبل انهم ينجزوا اعمالهم بكل سهل ويسر. وكيف تقيم اعمال الوفد حتى الان؟ يعني ما هي انطباعاتهم عن اجواء الاستثمار في القطاع العقاري في مصر؟ بكل صراحة الجولة الميدانية اللي رحناها امس في العاصمة الادارية ما كنا نتوقع الانجاز السريع اللي حاصل في المدينه في العاصمه الاداريه، انجاز سريع جدا حسب ما نحن نراه. عشان نحن كنا نسمع العاصمه الاداريه ايش بكل شفافيه اتكلم معاكي انه كانوا قالوا انه هو مساحه كبيره 171 فدان، ايش اللي راح يبنيها البنيه التحتيه وهذا، بس وجدنا وحسب ما سمعنا من مدير العاصمه الاداريه اللواء والان مع معالي الوزير امس وزير الاسكان بانه انجزوا 75% من المرافق العامه، فهذا انجاز خرافي. وشفنا المجلس منزل الرئاسه والبرلمان والوزارات اللي هي حسب ما قالت 34 وزاره تقريبا 75% خلصت، وشيء انجاز رهيب في فترة. لكن طبعا العاصمة الإدارية الجديدة ما زال فيها فرص، هل المدن الجديدة هي التي تجتذب المستثمرين السعوديين بشكل أكبر، أم الاستثمار في المواقع التقليدية الراسخة مثل القاهرة الإسكندرية وهذه الأماكن؟ بكل صراحة يعتمد على القدرة المالية للشركة والمستثمر اللي داخل السوق. في بعضهم ينظروا على الماس والبيج انفستمنتس، وفي بعضهم يبغوا الشيء التقليدي اللي يروحوا على يعني زي التجمع الخامس على المناطق اللي هي الجديدة في هذا ويستثمروا لهم بمبالغ بسيطة فيها، فيختلف من مستثمر إلى مستثمر. التوجه للمدن الجديدة يحتاج استثمارات أكبر من وجهة نظرك، وهل المخاطرة أكبر أيضا؟ هي طبعا التسهيلات اللي بتوفرها الدولة اللي هي واحدة بيستثمر فيها هي اللي بتحفز الشخص انه يستثمر، فلو كان في حوافز في الأراضي، حوافز في ناحية الدفع، فهو ممكن واحد بيجي ويستثمر فيها في المدن الكبيرة، بس لو ما كان في هذا بيخليه واحد يحجم عليها. نعم. ما الصيغة المثلى من وجهة نظرك، أو على الأقل مما نراه في المشروعات العقارية السعودية في مصر؟ التواجد برأس مال سعودي كامل أم الشراكة مع الشركات المصرية؟ بكل صراحة الفكرة أكثر أنه هو التواجد ب 100% من رأس المال السعودي من غير الشراكات المصرية. ما رؤيتكم للقوانين الاستثمار بعد الإصلاحات التي تمت فيها؟ من الحاجات اللي كانت واحد بيشرد من الاستثمار في مصر هي الإجراءات واللوائح والأنظمة السابقة في هذا، فالآن حسب ما سمعنا كله سمعنا ما شفنا على أرض الواقع بكل صراحة، بس كلها محفزة إن واحد يجي ويستثمر في السوق المصري. ما تقييمكم لحجم الاستثمارات السعودية في مصر في القطاع العقاري؟
ما عندي رقم معين اني اقدر اقول لك عليه بكل صراحه، فما اعرف صراحه. لكن تتوقعون ان تزيد ارقام الاستثمار في القطاع العقاري في الفتره المقبله؟ حسب الحوافز اللي بيدوها للمستثمرين السعوديين داخل، وحسب ما سمعنا الوزير امس قال انتم في بلدكم، وانا ما ابغى يجي الاجنبي يجي يستثمر عندنا، ابغى السعودي والخليجي يجي يستثمر عنده في بلده الثاني. ما نوع الحوافز الذي تبحثون عنه؟ الحوافز هي اول شيء وكانت المعضله الكبيره للمستثمر السعودي والخليجي اللي هي خروج العمله خارج البلد بعد ما استثمر في البلد. فهذه هي سياسة الخروج هي كانت هذه. لو وجدنا سياسة الخروج وحسب ما قال معالي الوزير انه النظام الجديد بيسمح للمستثمر انه يخرج فلوسه وقت ما يبغى، فهذا من اهم الحوافز اللي هي تخلي المستثمر يدخل البلد. ماذا عن اسعار الاراضي وايضا وجود البنية التحتية او المرافق جاهزة لكم؟ سمعنا الاسعار بس ما شفناها، يعني قالوا ما بين 16 من 14 الى 20 الف المتر، ف انا اشوفه كثير بالنسبه لي كمستثمر. اوكي، بما انه مدينه جديده بعيده عن المنطقه اللي هي مأهوله بالسكان، فحاليا طبعا الاسعار هذه بعد 5 سنين راح تتدبل ممكن، بس خلي المدينه تبدا. أريد أن أسألك عن القطاعات الأخرى التي تعتبر جاذبة بالنسبة للمستثمرين السعوديين في مصر. ما طبعا هي غالبها عقارية، اللي هي الهوسبيتاليتي، الإديوكيشن، اللهم صل عليك سيدنا محمد، الميديكال، فهذه هي من المشاريع. التعليم والصحة بالفعل لهم يعني جاذبية كبيرة في السنوات الأخيرة بالذات في مصر، وتوجد فرص أيضا لأنه ما زال نحتاج الكثير من هذه المنشآت في الدولة. هل ستتجه الاستثمارات إلى هذه القطاعات برأيك بشكل أكبر؟ ممكن ما شاء الله الدولة فيها فوق 120 مليون وفي تزايد 2.5 مليون في السنة حسب ما الدراسات، فأكيد تحتاج، فأعتقد أنها محفز أن واحد يجي يستثمر في هذه القطاعات. الدولة تطرح مناطق متنوعة للاستثمار، مثلا المناطق الموجودة على الساحل الشمالي على البحر الأبيض المتوسط، وأيضا العاصمة الإدارية ومناطق أخرى، مناطق صناعية. أي هذه المناطق أو يعني أنواع الاستثمار تعتبر أسهل أو أقرب لكم كسعوديين؟ المشاريع السياحية والمشاريع المكتبية هي أكثر. هل تدر ربح أكثر هذه المشروعات؟ نعم. وما الخطوة التي ستلي هذه الزيارة؟ طبعا في مستثمرين معانا ورغبانين، وامس في كلمة مع واحد مستثمر سعودي وعد انه هو راح يجي ان شاء الله يستثمر، وهو عنده مشاريع كبيرة في المملكة العربية السعودية، وكثير بيفكروا ان يستثمروا، بس هي الفكرة انهم الاندفجوالز صعب انهم هم يوفروا الراس المال الكبير، عشان هذا ممكن يصير تجمع وفند وممكن واحد يدخلوا فيها. يعني هذه فكرة جيدة جدا طبعا. نحن نتمنى بطبيعة الحال أن تكون هناك استثمارات سعودية أكثر في مصر نظرا لكل العوامل التي تحدثنا عنها، ونشكر لك حضورك معنا في البرنامج الأستاذ ياسر إبراهيم أسعد نائب رئيس اللجنة الوطنية. شكرا، وبضيف أنه كل هذه تتحقق بوجود رأس هرم محب لوطنه محب لشعبه، وإدارة جيدة وممتازة، وإرادة سليمة. شكرا جزيلا لك.